ينضم معنا عبر سكايب من مرسين السيد غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار. أستاذ غزوان بداية مرحبا بكم. الأمم المتحدة تقول إن اجتماع أستانا بشأن سوريا فرصة ضائعة للحل. يا ما الذي كانت تنتظره الأمم المتحدة ومبعوثها من الاجتماع؟ تحياتي لحضرتك بداية. يعني أزعم أنه مسار أستانا استنفذ أغراضه أصلا. يعني الهدف الأساسي من هذا المسار اللي حاولت اجتراحه روسيا أنه يكون مسار بديل عن جنيف، ولما فشل في تحقيق هذا الغرض يعني فكك البنية العسكرية للمعارضة السورية، أسهم عبر مناطق قبض التصعيد، أسهم بإعادة تسليم مناطق عديدة من مما صنف على أنها مناطق قبض التصعيد إلى النظام. وبالتالي يعني أزعم أنه الاجتماعات المتعلقة بأستانا هي نوع من تقطيع الوقت بانتظار تلاقي الإرادة الدولية على صياغة حل نهائي عبر مسار جنيف. لن يكون مسار أستانا هو المسار الذي يصنع الحل في سوريا. ما في هذا الإطار، يعني ما تقييمكم لاتفاق سوتشي، وما الذي كان يمنع أن يمهد هذا الاتفاق وبالفعل لتهدئة الوضع في سوريا؟ اتفاق سوتشي فيما يتعلق بإدلب هو اتفاق، يعني أزعم أنه هو اتفاق مرحلي. الهدف الأساسي منه كان تجنب وضع كارثي إنساني سيتأتى عن عملية عسكرية سعى إليها النظام وحليفه الإيراني. روسيا ترددت في إنجاز هذا العمل العسكري فيما يتعلق بإدلب، ولذلك وجدت مخرج في أن لا تتحمل المسؤولية الأخلاقية عن مجزرة كبيرة من هذا النوع. وجدت مخرج في عبر الاقتراح التركي الذي أنشأ يعني منطقة عازلة وأبقى على الوضع في منطقة قبض التصعيد الرابعة في إدلب خارج عن سياق الاستهداف العسكري حتى الآن على الأقل. بالرجوع إلى الأمم المتحدة أستاذ غزوان ومبعوثها ديمستورا، لماذا يركزون على اللجنة الدستورية بعدما كان الحديث قائما على انتقال سياسي قبل سوتشي؟ يعني المشكلة أنه دائما المخرجات السياسية هي انعكاس لأدوات القوة والسيطرة، يعني انعكاس للوضع العسكري والميداني بالنسبة لصراع القوى. بالتالي واضح أنه الطرف المعارضة هو الطرف الخاسر حقيقة في هذا الصراع، وبالتالي يريد كل من روسيا ويعني السياق العام على المستوى الدولي أنه يتحمل موضوع إبقاء النظام إلى مرحلة انتقالية على الأقل والولوج عبر مدخل دستوري للحل. أزعم أنه يعني المسألة الدستورية هي أحد أبواب صناعة الحل في سوريا، ولكن ليست المدخل الرئيس الذي يصنع هذا الحل. الآن هناك تنازع على تشكيل هذه اللجنة الدستورية، وأي تنازل من طرف المعارضة في هذا السياق يعني عمليا أن النظام هو من يصنع هذا الحل وفق رؤاه ووفق ما يخدم مصالحه في إعادة ترميم بنيته وإعادة تأهيله على المستوى الإقليمي والدولي. ولكن ألا تعتقد أن المعارضة حتى الآن لم تضع مشروعا ناضجا لإدارة آخر مناطقها في سوريا؟ ما الذي ينقص المعارضة؟ يعني ماذا تنتظر الحاضنة الشعبية من المعارضة؟ الحقيقة المعارضة السياسية لم يعد لها أي حاضن مجتمعي يعني في الداخل، بالإضافة إلى أنه أصلا هناك انفصال ما بين ما هو سياسي وما هو عسكري، ولم يكن هناك أي يعني تنسيق سابقا حتى يكون الآن هناك تنسيق. فشلت المعارضة السياسية في إدارة يعني على مستوى إدارة منطقة بحجم إدلب، فشلت في صناعة يعني مؤسسة تدير هذه المناطق التي تسمى محررة. ومع الأسف أيضا القوى العسكرية أثبتت أنها أكثر سوءا من المعارضة السياسية، ويعني تتصرف في تلك المنطقة بنفس عقلية الميليشيا الأسدية الحاكمة في باقي المناطق السورية. وبالتالي يعني المجتمع السوري، المدنيون السوريون هم من يدفع الأكلاف الآن، وهم من يتحمل وزر هذا الفشل. يعني
إلى من تتجه أو ترجح بيضة الميزان من خلال المخرجات السياسية أستاذ غزوان؟ ذكرت أن أي مخرج سياسي هو انعكاس لما يجري على الأرض من صراع للقوى، الآن أين تتجه الكفة؟ أين تتجه البوصلة؟ يعني أعتقد اليوم ليس السوريون من يصنع الحل، رغم أنه أدوات القوة والسيطرة لها دور في صناعة هذا الحل كما أسلفنا، ولكن اليوم ما يكتب هذا الحل هو اللاعبين الإقليميين والدوليين. اليوم ما لم يحصل هناك توافق روسي أمريكي على صياغة حل نهائي للوضع في سوريا لن يكون هناك حل، وبالتالي الفاعل السوري هو الغائب الأكبر عن صناعة هذا الحل. هم مجرد اليوم الأدوات العسكرية هي مجرد أدوات لخدمة مشاريع وأجندات ليست سورية، والأدوات السياسية هي رجع صدى لمصالح القوى الإقليمية والدولية الصانعة والداعمة لتلك القوى السياسية، وبالتالي يعني ليس هناك حل سوري حقيقي، الحل هو صناعة دولية، والسوريون هم فقط عليهم أن يكتبوا هذا الحل باللغة العربية ويوقعوا عليه. بكل أسف هذا مآل الأحوال في سوريا الآن. نعم، في ضوء ما ذكرتم يعني وتحديدا مصطلح الصناعة الدولية، إلى أي مدى ترشحون ربما يعني موجة جديدة من الثورة مع فشل ما سمي بالمصالحات وفشل اللجنة الدستورية؟ بتقديري يعني الشكل الذي ألفناه للثورة السلمية في بداياتها يعني فرص عودته كثير ضعيفة وضئيلة بكل أسف. اليوم وجود السلاح لا يسمح بعودة هذا الحراك المدني السلمي سواء على ضفة السلطة أو على ضفة المعارضة، وبالتالي حتى لو شاهدنا كل تلك المظاهرات التي تقوم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، لكن لا هي حقيقة لا يمكن أن تكون هي موجة ثانية من الثورة. هذا رأيي الشخصي على كل حال. آمل أن تكون نواة لثورة جديدة، ولكن الوضع الميداني والوضع الدولي لم يعد يسمح بإنتاج هكذا موجة من الثورات. اليوم السوريون جميعا يبحثون عن حل، وهذا الحل قد لا يروق لنا يعني ولا يحقق أهداف من خرجوا لثورة الحرية والكرامة بشكل الأساسي، ولكن لابد من تحقيق الحد الأدنى لأنه الأكلاف التي دفعت كبيرة جدا، بمعنى أنه هذا النظام الذي ارتكب كل تلك الجرائم والانتهاكات يجب أن لا يسمح له بإعادة حكم سوريا مرة أخرى، لأنه سيكون هناك موت سريري للمجتمع السوري لقرن قادم. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من مرسين الأستاذ غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار.